والدكتور كريم سرور والأستاذ أحمد حسن والسيدة عايدة إسماعيل.
بتفضلوا بتهنئة السادة الأعضاء بالدورة الرمضانية، وأشكروا جميع العاملين بالنادي على نجاح الدورة مع أطيب التمنيات الطيبة لهم في جميع الدورات القادمة، وكل عام وأنتم بخير. اتشرف رئيس مجلس إدارة النادي المهندس جمال جمال والسادة أعضاء مجلس الإدارة المهندسة رنا شريف اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور عمرو الوكيل والمهندس عبد الحميد بدوي والدكتور كريم سرور والأستاذ أحمد حسن والسيدة عايدة إسماعيل بتهنئة السادة أعضاء النادي بالدورة الرمضانية وجميع العاملين بالنادي على نجاح هذه الدورة مع أطيب التمنيات الطيبة.
خالد من فريق كابو لو موجود يا ريت يجينا. احمد خالد من فريق كابو، احمد خالد لو موجود يا ريت يجي عندنا.
بيلعبوا خمسه اخذوا مسار العصر بسرعه واحسن حارس في
عشان فهمي هدولا احسن حارس مصطفى عم أحسن لاعب في هذه البطولة هو اللاعب عبد الرحمن حياتي. والفريق الحائز على المركز الثاني في هذه البطولة فريق كومبوس فضل مواليد 94. فريق كومبوس يفضل استلام الهدايا. الأول فهو فريق ماك سنتر تفضل لاستلام الجوائز ماك سنتر تفضل طبعا المهندس ماجد فؤاد النهارده مفيش حد قاله واخد بطولة مفتوحة فريق 94 هننق عليه كابتن الفريق فضل الاستلام كأس البطولة كأس البطولة مواليد 94 المهندس ماجد فؤاد يتفضل استلم كأس البطولة العاملين والامن والقائمين على البطوله ونشكر الرئيس مبروك ورجالته طبعا ننساه وننساش الامن وجميع العاملين والرئيس فراج وكل العاملين نشكرهم جميعا وكل عام وانتم بخير.